الاسم ديالي زينب الماع، 23 سنة، مستوى الدراسي نيفو باك ولا باكالوريا، حاصل على الدبلوم لانفورماتيك لالكتريسيتي دانستالاسيون. عندي واحد شهادة ديال فتيات مبيعات، وابخي عندي دابا لا بلومبري سانيتير، وكنقرا ان شاء الله على ايد سوسيال، سافيدير مساعدة اجتماعية. صاحبة قناة في تيك توك لماع 72 LE2A72، وفي يوتيوب إن شاء الله بلومبيير شوفاجيست لماع. جاتني الفكرة أول مرة، صراحة فكرة عادية بالنسبة لي أنا، لحقاش كبرت في هادشي. سالا كاتخيام جينيراسيون دابا، راه كان جد بابا، بابا بابا، بابا وأنا، ومازال طول الله في العمر، علاش وليداتي لا حتى هما؟ لحقاش حرفة زوينة، مهنة زوينة. و في الأول صراحة كنت صغيرة وأنا كابرة في حال هكا، في الانتوغاج في حال هكا، ديما طورنو في ساعة، ديما لحقاش الدار عندنا يفوق من الحانوت، ديما هابطة في بلاص زعما نمشي نلعب في الجرد وداك الشيء. بابا كيقول لي اجي نعطيك باش تلعبي، زعما كيبغي لاهيني كيبغي لاهيني، كيعطيني شي جروب ديال شي شوفو شي حاجه، كيعطيني لي تورنوفيس، كيشوفني زعما واش انتيليجونت، كنشد زعما التورنوفيس بلات، كنديرو في بلات، كنشد التورنوفيس امريكان في امريكان، زعما صافي بقيت فحال هكذا. حتى من بعد مني ما خديتش الباك ديالي، وليت كنجي كنتعلم في المحل. قال لي بابا علاش ما تعلميش هادي وما كتقراي وميم طون تعلمي شي حاجه؟ لحقاش كنت باغي ندير لا بلومبري ما كاينش في جديده، قريتها في ازمور، وفي ازمور صافي كانت زعما لا بلومبري لا ديرنيغ اني، صافي دابا ما بقاتش. انا الهدف ديالي من القدام ما كرهتش ندير بروجي ديالي حتى انا، ونخدم معايا كاينين لي بلومبي بزاف اللي ما عندهمش اوبورتونيتي، فهمتي؟ ما عندهمش، كتلقاو مي في الموقف مساكن، ولكن كيكونوا حرفه عندهم الحرفه، شادين الحرفه معلميه، ولكن ما عندهمش مساكن لي بوسيبيليتي فحال هكا، تاوي جلس محل عنده لي كليون ديالو، عنده بزاف ديال الحوايج. افيك كون بليزير، مرحبا. بالعكس انا ولاد خالتي صغار فحال هكذا كنقول لهم الا ما قريتيش الويكاند ولا في لي فاكونس فحال هكا، اجي تعلم مع راسك، اجي دير مع راسك، اجي ومزيان. كاينه كنكون بارفور ما كنكونش خدامه كاع، ما هبطاش اون سيمين ولا 15 جوغ فحال هكا، ما هبطاش المحل نخدم وما كيكون عندي والو، سبحان الله. هي كنهبط كنبدل شي روبيني شي حاجه، انت دبرتي على 50 درهم ما طلعتش، شكون عطاها لك؟ حلالا طيبا عندك فيها 10 دقائق، مي با 10 دقائق انت جيبي معك 50 درهم وربحتي ان كليون ولا ان كليونت فحال هكا، اللهم لك الحمد بخير. بغيت نقول لك كل الظروف ديالو مسكين، هذاك الشيء ديال الحرام حرام، كل الظروف ديالو كيفاش داير، حنا ما غنحكموش على الانسان، ولكن بغيت نوجه الرساله ديال اولاد بلادي، بنات بلادي كاملين اون جينيرال. بغيت نقول لكم حتى شي حاجه ما بقات حرام، حتى شي حاجه ما بقات عيب. الحرام هو تشفر الدي ديال بنادم، هادشي اللي حرام، ولا تمد يديك لبنادم ولا شي حاجه. وسيرتو هاد الوقت صعبت بزاف المراه والراجل بزوجهم اللي ما كانوش خدامين، دري واحد ويقدروا مينجموش، فهمتي؟ عاده دابا بنادم ما خدامش وبلاص بلاص بلاص بلاص، ما عرفت باش غادي يعيشوا داك الاولاد، ما عرفت باش، فهمتيني؟ وحتى شي حاجه ما بقات عيب، بالعكس جو سوي فيرت، بالعكس كنشوف راسي ديفيرون على لي زوتر بزاف ديال الحوايج، ماشي زوفري ولا شي حاجه، بالعكس انوثه والرجوله، ودير هادشي على حاجه اخرى. ملي بني تزوج ان شاء الله الا بغى الله، داكشي كلشي بالمكتب، ما غاديش نبقى نجيب المعلم يركب لي بوله، ما غاديش نجيب معلم غادي يركب لي شوفو، ولا غادي ديكالي مني شوفو يجيبو مثلا عند حدا البلومبي غادي ديكالا مني شوفو، ولا غادي ديباني ليك ولا بزاف ديال الحوايج. الوغ داكشي نقدر نجيب الماتيريال بوحدي، يكون ديجا عندي في الدار، نصايب داكشي ديالي بوحدي بلا ما ندخل عليه حتى شي راجل، وما كاينش راجل ديالي. الاب ديالي هو اللي نبغي نشكرو، وكنبغي نقول ليه اللي خطاك عليه،
والله يطول لي في عمرك وشكرا بزاف لحقاش هو القدوة ديالي، هو اللي انا اللي فهاد الشيء دابا في هاد المرحلة دابا في هاد الجلسة اللي جالسة معكم دابا بسبب الاب ديالي صراحة ما نكتبش. كنبغي نوجه المغاربة كاملين داخل الوطن ولا خارج الوطن بهذه المناسبة هذه، الله يسهل عليكم والله يقدركم على فعل الخير والله يبعد علينا هذا الوباء هذا والله يسهل على جميع أمة سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. وكنبغي نقول لكم تاني اللي عنده أي معلومة سواء قريب لينا كيعرفنا هنا سواء بعيد علينا سواء خارج الوطن سواء أي حاجة، بغى أي ديزانفو بغى أي معلومة بغى أي اقتراح بغى يتشاور في أي حاجة في البلان بغي سانيتير أون جينيرال وحتى في اللي يشوفوا مرحبا على الراس والعين، صيفطوا لي لي كيسيون صيف بريف في لي باج ديالي في تيك توك كيف ما قلت لما 72 ال او دوزيام ا 72 فحال هكا كتكتب، وفي يوتيوب شو البلومبري شوفا بلومبيير شوفا جيست ليما. مرحبا بكم كاملين اللي عنده شي سؤال مرحبا على الراس والعين. اشترك الان في قناه اشواق تي في وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تي في جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.